عندما تجد من يعتنق مشروعا خيريا ويسعى لتقديم ما تجود به نفسه، تشحذ همتك وتسعى لنشر الخير بين الناس. هو حال مطعم سبل الخيرات في طبعته الثانية بمسجد عمر بن عبد العزيز عين التوتة، الذي يعيش على وقع تنظيم وإعداد وجبات ساخنة ومحمولة يتم إيصالها إلى مستحقيها عبر آليات وطرق مسطرة، بدءا بإحصاء العائلات المعوزة ومرورا بنقل هذه الوجبات في ظروف محكمة يوميا بمعدل يفوق 1800 وجبة لفائدة أكثر من 380 عائلة. طريقة التحضير والعمل في هذا المطعم كان على لسان الشيف هشام قطافي المشرف الرئيسي على الطبخ في ميكروفون قناة الأوراس تيفي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن متواجدون هنا بمطعم سبل الخيرات بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة عين توتة ولاية باتنا. هذا المطعم الذي عدد خصيصا لفقراء المدينة ودوائرها. اليوم جيناكم باش نحكي لكم عن هذا المشروع الخيري اللي فيه خير كبير، الذي أشرفت عليه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لولاية باتنا مع تنسيق مع إمام المسجد والجمعية الدينية لمسجد عمر بن عبد العزيز. ليكيب اللي تبدأ التحضيرات في الفترة المسائية بعد صلاة التراويح تسمى تبريبارينات، وجدنا اللحم، وجدنا الخضرات، وجدنا كلش. والفريق الثاني هو يجي على 6 تاع الصباح بداية العمل، يلقى كلش واجد، يبدا يطيب، يبدا يحضر في المأكولات. المأكولات عندنا سلطة وعندنا شوربة وعندنا دوزيام بلاكو نهار على حساب واش كاين، على حساب الميني واش كاين، كنا نديرو لا بريباراسيون واش كاين متوفر في المخزن من لحوم وخضوة فواكه نديرو تسمى شوربة وسلطة كاين كل يوم. ودوزيام بلاك يعني على حساب القدرة، حنا نخدمو نوجدو. ووقت العشية يجيو ليكيب تاع الشوافرة، نحنا نوجدو في الفيلي. وقت العشية ورا صلاة العصر يجيو الشوافرة، كل واحد واش عندو القف تاعو يوصلهم على حساب العائلات، وكل واحد العائلات المكلفين يوصلهم. كل بلاصه وصلنا، كل بلاصه في دوار عين توتة، في بني فضاله، في معافه، في ولاد عوف. حنا بدايه كانت 160 عائله، واليوم بفضل الله تعالى رانا في 380 عائله بمعدل 1850 وجبه، والحصيله راهي في ارتفاع. الشوربه راهي متوفره يومي، السلطه يومي، لا دوزيام بلارو كل يوم شي اللي تعطانا، ساعة نديرو لوبيا، ساعة حمص، ساعة روز، ساعة كيما نقولو حنا تليتلي، ساعة شخشوخ تظفر، ساعة كل شي اللي متوفر في السطوك رانا نخدمو به. وحنا ماذا بينا ديما نزيدو النداء نتاعنا للمحسنين، اللي قادر يزيد يساهم يتفضل. رانا كل يوم رانا نحتاجو للحم، نحتاجو للدجاج، نحتاجو للاخر، رانا كل يوم كيما نقولو حنا في تصاعد باش نزيدو. ماذا بينا حنا اللي سمعنا به ما عندوش ومش قادر، ماذا بينا نوصلو للاخر لدارو. نقل هذه الوجبات الى مستحقيها يتم في ظروف صحيه ممتازه وبشهاده الجميع، وهذا ما اكده لنا الشيف هشام كون هذا المطعم اختير مسبقا كاحسن مطعم من حيث النظافه والعدد. كان زيارة تفقد ديالي لجنة الشؤون الدينية، وقفت على العامل كيفاه، على حسن النظافة، على حسن سير العامل. قالت لنا بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة، وكما العام اللي فات صنف المطعم تاعنا كأحسن مطعم في ولاية باتنا من حيث العدد، من حيث النظافة، من حيث المأكولات. على طابق الشاهد هذاك سكساونا عليه، لقاوه متواجد. تسمى باش نحرصوا على صحة المواطنين،
اي 1850 نفسه يتاكل من هنا، اما يتعاملوا به في كل المؤسسات الوطنيه يريح 72 ساعه. نجاح هذا المشروع الخيري والذي يعد همزة وصل بين المحسن والمحتاج يعود بالأساس إلى فضل الله عز وجل وتضافر جهود أهل العطاء والإحسان، لا سيما من أجل إنجاح هذه المبادرة الخيرية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمر أيام رمضان مرورا خفيفا، ضيف خفيف على المسلمين، يعني فهنيئا لمن اعتبر بهذه الأيام واغتنمها. هذه أيام فاضلات، والإمام الغزالي رحمه الله قال: إذا أحب الله عبدا جعله يغتنم هذه الأيام، يعني يغتنم الأيام الفاضلات بأعمال فاضلات، وإذا مقت الله عبدا عكس ذلك لا يوفقه لاغتنام هذه الأيام. ولله الحمد في مسجد عمر بن عبد العزيز هناك مكان يعني يسع الجميع، ألا وهو مطعم سبل الخيرات. في هذه الكلمة المختصرة نود أن نشكر كل القائمين على المسجد، سواء الجمعية الدينية أو الشباب المتطوعين وأيضا المحسنين، سواء كانوا رجالا أو نساء. يعني الحمد لله رب العالمين، ما شاء الله، نفقات، إحسانات، تطوعات، مساهمات رجالا ونساء، شبابا ورجالا وشيوخا أيضا، يعني الكل مساهم في هذا المطعم. أيضا أقدم رسالة شكر يعني مرة أخرى للقائمين على هذا المطعم، مطعم سبل الخيرات. جزاكم الله كل خير، تقبل الله صيامكم وقيامكم وسائر أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.